والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقلنا إن القرآن حينما تعرض لأهل الجنة جاء في كل آياتها بخالدين فيها أبدا، ولكن فيما يتعلق بأهل النار لم يأتي لفظ التأبيد إلا في آيتين، هذه الآية وآية في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فكأن الآيتين جالي توضح الحقيقة الأبدية بالنسبة لها النار. طب وش معنى الآيات الثانية ما جاتش أبدا زي الجنة؟ قال لك: لأن الله رحمته سبقت غضبه. فكان في كل المؤمنين، لأنها بشارة يقول خالدين فيها أبدا خالدين فيها، إنما في أهل النار يجيب خالدين فيها ويتركها، لعل ذلك يحنن قلب هؤلاء الكافرين على أن ربهم رحيم بهم ومش عايز يجيب لهم أبدا دي في كل حاجة، إنما يتركها في كل الآيات لا، لازم يحقق المبدأ ولو في آية أو آيتين، إنما بقية الآيات. ولذلك كان كثير برضو من الكفار يجي في الإيه، لأن لما يلاقي ربنا رحيم. إحنا قلنا سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء لما واحد طرق بابه وبعدين حب يستضيفه وبعدين قال له: ما ديانتك إيه؟ فقال له: على ديانته، لا مش مؤمن بالله ولا رسول، قام ساب وسد الباب وساب. فعاتبه الله قال له: يا إبراهيم، وسعته في ملكي وهو كافر بي، وأنت لليلة واحدة يقضيها ضيف عندك عايز تخليه يغير لك دينه؟ فغيري وهرول وجاء بالرجل، قال له: إيه؟ طب ما الذي حدث؟ أنا جئتك فرددتني. قال: إن ربي عاتبني فيك. قال: ربك عاتبك فيا؟ قال: نعم الرب رب يعاتب أولياءه في أعدائه. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. نعم. يوم تقلب وجوههم في النار. شوف الأبدية جت وإيه والحالة اللي هيكونوا عليهم. يوم تقلب وجوههم في النار. كلمة تقلب احنا نعرف ان التقليب معناه ايه، تغيير الامر من حال الى حال، بنقلب الشيء الفلاني. ولذلك لما يجي واحد مثلا يكون عمل وهيك حاجة وبعدين يجي يقول لك: ما تقلبش عليا بقى، يعني خلاها كده مستورة. يبقى التقليب معناه ايه؟ تصريف الامر من حال الى حال. طيب التقليب نسبة لمين هنا؟ يوم تقلب وجوههم في النار. هناك آية تانية: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. تقلبهم يعني تنططهم، يتنططهم للشام ولليمن ويروحهم ويجوا وثروات وعير ومش عارف ايش. قال له: ما يغركش، انا اخذهم اخذ عزيز مقتدر. يبقى هنا ايه تقلب وجوههم في النار؟ قال لك: ما هو الوجه؟ اولا الوجه سمة الاعلام بالشخص، ومنه الوجاهة، ومنه وجيه، ومنه كل المادة كلها. والوجه نظرا لأنه أشرف جوارح النفس تدافع عنه كل الجوارح. يعني مثلا افرض انك انت ماشي كده وعربية جت وترتشت وحلة وبعدين جت على هدومك وعلى وشك، اول ما تعمل بتعمل ايه؟ تمسح الوش الاول. يبقى كان الوجه ايه؟ اشرف حته، هو ده اللي بندافع عنه. قام قال لك: شوف الوجه اللي كل الجوارح بتدافع عنه. ولذلك هيقول في ايه ثانيه ايه؟ اعوذ بالله من افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه. بقى الوجه اللي كنا بندافع احنا عنه وكل جارحه بتحط كده يتقي بوجهه النار، يجيب الوجه نفسه هو اليقين ده كان ايه؟ بندفع عنه.
يبقى معنى ذلك هو العظيم ولا مش عظيم؟ يبقى ما دام الوجه تقلب وجوههم في النار، نوع التقليب ايه؟ حال الى حال او عذاب الى عذاب؟ حال هتشوف الوجه، مره ربنا يقول عليه ايه؟ مسوده، وجوههم ايه؟ مسوده. ومره يقول ايه؟ وجوه عليها ايه؟ غبره، ترهقها ايه؟ قطره. ومره يقول باسره تظن ان يفعل بها ايه؟ يبقى إذن الوجه لا يأخذ إلا لونا واحدا، وإنما يأخذ ألوانا متعددة بقدر ما يتعرض له من الآلام والإيه. ولذلك أنت تقول أنت مالك قالب عليك علي وجهك كده، معناها إيه؟ يعني يتغير وجهك علي، يحمر يصفر يخضر مش عارف إيه بتاع حاجات دي. أو تقلب وجوههم في النار، التقليب الذي يشيع العذاب على كل أجزاء الوجه، زي ما بتقلب السيخ بتاع الكباب كده، تقله الناحيه دي وتقلبه كده وتجيبه كده عشان العذاب يعمل ايه؟ يستوعبه كل اجزاء الايه؟ كل اجزاء الوجه. يبقى ده هو الايه؟ كون الوجه الذي تدافع عنه اعضاء الانسان ذاته، تدافع عنه هو نفسه اللي بايه؟ اللي بيه. يبقى ايه ده معاك؟ يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. مش هم الآذوا الله وآذوا الرسول؟ هم ينون يا ليتنا. كلمة يا ليتنا اسمها تمني، والتمني لون من الطلب الذي تتعلق به النفس، بس عادة يأتي في المحال ويأتي في غير الممكن. ولذلك الشاعر لما يقول إيه؟ ألا ليت الشباب يعود يوما، هو دل على أن دي محبوبه، يعني أعلن أنه يطلبه لأنه محبوب، إنما هل يجي؟ لا. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما إيه؟ ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح. بقى الكواكب هتنزل لك، يبقى دللت على أن ده طلب النفس، إنما يتحقق ولا ما يتحققش ده موضوع إيه؟ موضوع آخر. يا ليتنا امتى تتمنى دي؟ امتى دي؟ تيجي دلوقتي الان وقد ممكن. يا ليتنا اطعنا سادتنا. والساده جمع سيد، وهو الامر المنفذ على غيره ولا يغير عليه احد. والكبراء هم الذين ياخذون منازل في قومهم على قدر ما يؤدون من خدمات لهؤلاء. لان ما تفتكرش ان السياده دي تيجي كده يعني، ويقول لك كبير القوم وكبير مش عارف، ما تجيش كده. ليه سيد القوم؟ لازم له ايه؟ لازم له اشياء، هذه الاشياء تؤهله الى ان يكون سيد. وكل يقول له يا سيدي، يبقى لا يجد غضاضة في هذا، يبقى دافع ثمنها ولا مش دافع ثمنها؟ اللي مش سيد وعايز يبقى، اللي ما هو سيد لانه دافع ثمن السياده، يبقى ده جبار واخدهم بالايه؟ بالقوة. انما السيد الحقيقي هو الذي يكون قد دفع عليه. ولذلك الشرع الاسلامي جعل للسيادة وللوجاهة في جعلها مقيمة ماليا. يعمل شركة، انت تعمل شركة، واحد يدفع الف والتاني الف ويعملوا شركة. واحد له وجاهة في القوم، تقول له ادخل ويانا بايه؟ بوجهتك بس، يكفي انه يقوله فلان في الشركة دي مقيمة وليك نصيب فيها قد كده، يقدروا زي ما يقول قد كده قد كده. تبقى اذا السيادة الكبارة، الوجاهة، كل دي معناها ايه؟ لها اشياء مدفوعة. فان لم تكن تبقى مختلسة بقى، يبقى ده تلصص على السيادة، بدليل ان الناس لا يحبونها فيهم، انما ديك ايه؟ يحبونها في ايه؟ فيهم. ليه؟ لانهم واخدين خيرها. هو احنا كلمه العبوديه بنكرهها ليه؟ كل حركه تقول لك عشان العبوديه ما فيش بشر يستعبد بشر. قال لك ايه؟ لان عبوديه البشر للبشر تعطي خير العبد لسيده. لكن الله حينما كرم رسوله صلى الله عليه وسلم في
لانه هيطلعوا له كده للاعلى. قال سبحان الذي اسرى بعبده بعبده. شوف العبوديه بقت ايه، بقت شرف وتكريم. ليه؟ لان العبد لله ياخذ خير الله لنفسه، ولكن العبد للبشر يعطي العبد خيره لسيده. تبقى دي، ولذلك حسب نفسي عزا بأني ايه، حسب نفسي عزا بأني عبده يحتفي بي بلا مواعيد ربه. عايز اقابل ربنا وفي الشارع كده نفسي اقابل ربنا، اقول الله اكبر، في البيت اقول الله اكبر. الله، انا اللي حدد اللقاء، وانا اللي حدد موضوع المقابلة واتكلم ايه، وانا الذي انهي المقابلة. ربنا ما ينهاش، انما انت تنهيه انت، ده ما انت موضوع اخر. الله، يبقى نعمل رب ده ولا مش رب؟ طب ده لما عاوز اقابل رئيس ولا راجل كبير ومش عارف ايه، الاول استاذنه قابلك ان وافي يقول لي ايه، طيب هتتكلم في ايه، طب تعالى يوم كذا في الحته الفلانيه مش كده. وبعدين قال لما تخلص الميعاد وانا مش واخد بالي يقوم يقف كده، هو يعني معناها ايه المقابله. لكن ربنا ما عملش كده، مش طلب من انت طلبت منه ان تلقاه، هو اللي ألح عليك وطلبك انك تلقاه في اليوم 5 مرات، ولما ما تروحلوش ايه يبقى غضبان عليك. قال لا، السيد هو اللي يطلب ان انا اكون في حضرتك؟ قال لك لا، وانت اللي تحدد الزمان، وانت اللي تحدد المكان، وانت اللي تنهي المقابله. ايه عبوديه ايه العز دي؟ ده عبوديه ايه عز. نعم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا عايزين بقى يا عيني ينفسوا شوية على الناس اللي زينوا لهم الشرك وزينوا لهم الكفر، قول ورهم لنا يا رب، أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأخسرين. الله، هي دي اللي تشبيكم؟ قال أيها ولد. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب، عذاب وعذاب. ليه؟ قال لك عذاب ضلالهم في ذاتهم وعذاب إضلالنا. ولذلك بقى هتشوف حوار عجيب بقى، يقول وما كان لنا عليكم من سلطان، انتوا اللي كنت على تشويرهم، احنا ارغمناكم، احنا لنا قوة نرغم بقى. زي كلمة مين؟ زي كلمة إبليس في يوم القيامة، لما يقولوا إبليس ده أغواني، يقول أنا غويتكم، أنا لا كان عندي قوة أرغمكم به ولا كان عندي حجة أقنعكم، أنتوا اللي على تشويري. عايزين كده، يقول عملت لكم كده، جيت وصور أعمل لكم إيه بقى. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. ضعفين ولعن نصب بأنه كبير، قال لك لأنهم ضلوا في ذواتهم يستحقون اللعن، وأضلوا غيرهم يستحقون أن يكون اللعن إيه؟ نعم. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. هنا تلاقي كل نداء للرب يأتي دائما بغير أداة نداء، لأن النداء له أدوات. يا محمد، يبقى يا حرف ايه؟ نداء. محمد، ينادي بالهمزه، اي محمد، هيا محمد. الله، طب ايه الايه اللي خلاها تبقى الادوات مختلفه كده، اداه طويله واداه قصيره واداه متوسطه؟ ام قال لك لانه ما دام النداء وطلب الاقبال يبقى ده خاضع لمسافته منك. بالله لما يكون واحد قاعد وياك كده بتقول له يا محمد ولا محمد، انت عملت شيء فلان، محمد، تجيب اسم من غير حرف ايه؟ من غير حرف نداء. طب ان كان بعيد شويه تقول له يا محمد، يعني يا دوب على قد المسافه. ان كان شويه بعيد شويه يا محمد، كان ابعد يا يا محمد. الله، يبقى اذا حرف النداء يختلف باختلاف مكانك من الايه؟ من المنادى، ومكان المنادى منك. هنا بقى إن لم تكن قريبا من الله فالله قريب منك. تقوم تقول ربنا، ما قالوا ما سمعناش كلمة يا ربنا أبدا في القرآن. طب ربي بالوحدة كده؟ قال لك لم ترد بياء النداء
إلا في آيتين في القرآن، وإنما التمنية 67 آية اللي فيهم رب 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 كلها بدون حرف إيه؟ بدون حرف نداء، من أول رب قول إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، إلى قول نوح في الآخر رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، خلاص كده. يبقى دي كله ايه؟ رب 67 واحدة رب 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 رب، ما فيش شيء. ليه؟ لأنك إن لم تكن قريبا من الله فالله قريب ونحن أقرب إليه من حبل شعيد. ولذلك هم قال أقريب ربك فنناديه أم بعيد فنناجيه؟ قال له لا، ده ربنا قريب، أنت اللي بتبعد، أنت اللي إيه؟ أنت اللي بتبعد. فإذا كل آيات القرآن في طلب الرب يا رب معناها أنه إيه؟ وخصوصا إن كان مضطر بيه، ده المكان إن كان بعيد من زمان يبقى قريب دلوقتي، لأنه له إيه؟ لأنه له إيه طلب. ولكن في آيتين اثنين اللي فيها يا رب، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آية ثانية يقول وقيله يا ربي، وقيله إيه؟ يا ربي. الله، إذن كلمة يا جت هنا مع رب ولم تأتي إلا من رسول الله. أم قال لك إيوه، ده دليل على أن رسول الله زي ما قال له فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يقوم يقول. ولذلك آية ثانية تقول إيه؟ وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ إحنا مقصرنا. طب أنت قلت إن رسلنا لهم الغالبون، إنا لننصر رسلنا، يقوم يخاف ليكون هو بعد عن ربه. فقال إيه؟ يا ربي يا ربي. وبعد ذلك يؤكدها الله في قوله سبحانه وقيله، أي وقوله، قيل يعني قوله، وقول الرسول يا ربي إن قوم إيه؟ اتخذوا هذا القرآن إيه؟ مهجورا. هو بيشتكي ان قومه هجروا القرآن، فبقول يا رب دي علشان يعني أنا أفشل في مهمتي، فجاب الياء دي لأنه ظن إنه يكون إيه؟ بعد عن ربنا يعني. لما قال وزلزلوا حتى يقول الرسول، هو قالها دي ليه؟ قالها ليه؟ استبطأ النصر. وما دام استبطأ النصر أنا إيه حاجة عندي تقصير مني في هذه المسألة، يقوم يقول أنا مش قريب من الله. يا ربي، وقول الله وقيله يعني أن الله يقسم دائما بما شاء على من شاء، يقسم بالملائكة ويقسم بالجماد ويقسم بالنبات، كل شيء يقسم الله به لأنه أعلم بما خلقه، يقسم به لمن، والتين والزيتون والطور وكتاب مسطور، الله، والمرسلات عرفا، الله. يبقى هو يقسم بما شاء على ما شاء، لم يقسم بأحد من الخلق إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لعمرك، لعمرك إن ربهم يعمهون. لكن لعمرك يعني إيه؟ تعميرك وحياتك يا محمد هم في سكرة. الله، ربنا يقسم بحياة النبي؟ ها، ما حصلتش لحد، ومش أقسم بحياته. وبأقسم بقوله وقيله يا رب إنها إيه؟ إن هؤلاء إيه؟ قسم بقوله هو، قال له أنا أقسمت بقولك لهم كذا وكذا، يبقى أقسم مرة بحياته وحياتك يا محمد، وأقسم بقوله لهم لا أعذبنهم علشان حصل منهم هذا بالنسبة إيه؟ بالنسبة لك. يبقى إذن يا إذا جاءت يبقى فيه إيه؟ شوية بعد. البعد دي قد يكون مظنة، قد يكون اتهام للنفس. ليه؟ لأن الأمور ما مشيتش كما إيه؟ كما ينبغي وكما يريد. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. وبعد ذلك بعد أن تكلم عن الذين آذوا الله وآذوا الرسول وآذوا المؤمنين، دلنا على إن المسألة مش بس تعصب لله، ومش تعصب لمحمد وليكون دول، لا، ده المسألة سائدة في كل رسله. ولذلك جاب بعد هذا قال إيه؟ يمكن إحنا نفتكر
انهم منعوا ان يؤذى الله وان يؤذى رسول الله يبقى يؤذوا اي نبي تاني بقى ما يجراش حاجه ما. قال لك لا جاب سيدنا مين؟ سيدنا موسى. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. موسى كان له علاقتين بالامم. العلاقة الأولى علاقته مع الفراعنة، العلاقة الثانية علاقته مع بني إسرائيل. هو ما كانش مرسل للفراعنة عشان يؤمنوا، وكان أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، لكن جاب له معجزة عشان يخزى على عرضه. لكن برضه فرعون آذاه، مش قالوا ساحر كذاب؟ إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، مش قالوا كده؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ هذه إذاء بس من مين؟ بس من فرعون. إنما ربنا بيقول أنا عايز الجماعة اللي أذوه وأنهم بني إسرائيل وتعب علشانهم وخلصهم من العذاب ومع ذلك إيه؟ ومع ذلك آذوا. العلماء بقى قعدوا كيف آذى بنو إسرائيل؟ قال لك آذوا مرة يسمعوه نرى الله جهرة. عايزين نرى الله إيه؟ جهرة. آذوا واحد. مرة أقول إن الله فقير ونحن إيه؟ أغنياء. لا، لأن ربنا بده يقترض منا، من ذا الذي يقرض الله؟ قال لك يا ربنا فقير وإحنا إيه؟ ده إزاء لمين؟ إزاء لموسى بس في شخص من بعثه. قال لك وفي إزاء له خاص به. موسى طلب من الله أن يشد أزره بأخيه. قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي أن يصدقني إني أخاف أن يكذبه. قد أتيت سؤلك يا موسى علي بعث لك. وبعدين أشرك هارون ويا في كثير من المسائل، وإن جاءت آيات تدل على إن موسى هو اللي كان بيتكلم فهارون أيضا مطمور فيه. ولذلك لما سيدنا موسى دعا الله على فرعون وعلى قومه دعا ايه؟ ربنا اطمس على ايه؟ فلا يؤمنوا حتى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله. طلب ايه؟ اطمس على مش عارف ايه وضيع لهم واعمل لهم. فقال الله قد اجيبت دعوتكما. الله، ده اللي بيتكلم موسى هو اللي بيقول كذا وكذا. قال لك ما هارون وياه، فيجوز أن يكون موسى دعا وهارون قال آمين والمؤمن أحد الداعيين، أو أنه لما يكون وياه ويقول كلام ويسكت عنه يبقى راضي عنه ما حاضرش فيه. ولذلك قد أجيبت إيه؟ دعوتكما، مع أن اللي دعا مين؟ مما يدل على أنهم وإن كانوا الاثنين إنما هما الاثنين إيه؟ رسول. إنا إيه؟ إنا رأينا، يبقى هما الاثنين الرسول. آذوا موسى بإزائهم لله في قولهم كذا وكذا، وآذوا موسى في قولهم ايه عايزين نهبط حتة فيها ايه القتة والمش عارف ايه، من نصبر على طعام واحد فادعو لنا ربك ايه من بقلها وقصائها. ربنا بيديهم المن والسلو ومهيئهم بدون تعب. المن ده يروح الشجر كده ينزل عليه حاجه زي من الندى ويصبح الصبحيه يبقى زي حب القشطه كده، يروح بس يهز الشجره كده تنزل ياخدوه يعملوه زي الحلقوم كده زعلان. واظن العراق فيه كتير. والسلوى الطائر اللي بيمر عليهم كده ويجي بدون عمل منهم، هم لا يؤمنون بالغيب وعايزين حاجه تبقى تحت ايدهم يزرعوها كده وبايديهم. الله، شو واثقين في ربنا؟ ربنا جايب لكم طعام ألذ طعام وفيه غنائز الغذاء الكلي، تقولوا لا ودينا ناكل مش عارف ايه؟ قال روحوا وبيتوا مصر فإن لكم ايه؟ فإن لكم ما سألتم. لكن الإزاء الحقيقي أنهم قالوا إن هارون صعد مع موسى الجبل وبعد ذلك مات هارون، فقالوا إن موسى حقد على هارون وقتله، فجعل الله سبحانه وتعالى الملائكة تحمل جسد مين؟ جسد هارون، وتمر عليه كده سلم لا جرح فيه ولا أي شيء ولا شيء.
ولذلك أدي فبرأه الله مما قال، أدي واحدة. أو أنهم اتهموا موسى، كان موسى شديد الحياء وكان ستيرا، يعني يستر حمامه ويستر قضاء حاجته عن الناس، فقال والله هو ما احتطش على ان ما حدش يشوفه ويتحمى الا لان به ايه عيب في جسده. ايه العيب؟ يقول لك برص. لا ده حاجة دورة المياه بتاعته مش طبيعية. فشاء الله سبحانه وتعالى بقوله فبرأه الله مما قاله انه ينزل يستحمى مرة ويحط الثوب بتاعه على الحجر، فيلتفت يلاقي الحجر مشي، فطلع يقول له ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي حجر، قاموا شافوه لا ورث ولا اي حاجه، فبرأه الله مما قال. او ان قارون لما حصلت الخصومه بقى عمل ايه؟ استاجر امراه بغي وقال لها اتهمي موسى على مشهد من الناس، فشاء الله سبحانه وتعالى انه يكذبه وتقول هم قارون اللي اشتراني وقارون اللي قال لي كذا وقارون الاغلى، يبقى فبرأه الله ايه مما قالوا. فالله يقول للمؤمنين يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، مش بس نفع عنه العيب واعطى له وجاهه. الوجهة هي ايه؟ انه ما عادوش يكترئوا على الكذب عليه لانهم عرفوا انه له رب هيبين لهم. يبقى اذا الوجهة هي ان يكون الانسان ايه؟ مسموع الكلمة عند من يقدر على قضاء حاجته، ادي الوجهة. وكان عند الله ايه؟ وجهة، يعني مقبول الرجاء ومقبول الايه؟ ومقبول الدعاء. ليه؟ لان اي واحد يرمى بذنب لم يفعل، الله سبحانه وتعالى لعدالته مع خلقه يقول له انت بقالك عندي ذنب فضحت به ما عملتوش، سأستر عليك ذنبا تفعله ولا افضحك فيه. يعني يعوضه ايه؟ يقول له انت اتهمت بذنب ما عملتوش، يبقى لك عندي دي، اعمل ايه؟ قال لك هخليك تعمل حاجة كده برضه واسترها عليك ولو انك انت عملتها. شوف العدالة بتاعت الحق. إلا شيئا واحدا كان مع موسى. موسى لما لقى جوابه أم إيه يعني يغره كرم ربه معه، فقال له يا ربي ما دام قالوا علي كده أنا أسألك أن لا يقال في ما ليس فيه. قال له يا موسى أنا لم أفعل ذلك لنفسي، كيف أفعله لك؟ ما بيقولوا علي كذا وعلي كذا. إذن أبقى الله الكفر علشان يطمن كل واحد منكور الجميل، يقول له أنا هو أديني خلق الخلق وعمالين بيكفروا بي. يبقى قال له يا موسى أنا لم أفعل ذلك لنفسي، فكيف أفعله إيه؟ كيف أفعله لك؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. إحنا قلنا زمان كلمة اتقوا اجعل بينك وبين الله وقاية، وآية ثانية تقول لك احرص على معيتك مع الله. الحكمة بتاعت جعفر احرص على معيتك، فكيف يكون اتقوا الله يجعل بينك وبينهم ايه؟ وقاية. وبعدين يقول بعض الصالحين المقربين يقول لك ايه؟ احرص على معيتك مع مين؟ الله. هم قال لك اتقي الله سبحانه وتعالى، كما قلنا سابقا له صفات جلال وصفات جمال. صفات الجمال اللي هي الرحمة والفضل والمغفرة والغني والنافع، كل دي صفات الايه؟ وله صفات ايه؟ جلال، جبار، ذو البطش. أم قال لك دي اجعل بينك وبين صفات الجلال من ربك وقاية، لأنك أنت مش حمل غضبه، ما انتش حمل قوته، ما انتش حمل بطشه. يبقى لما يقول لك اتق الله يجعل بينك وبين صفات الجلال من الله وقاية. طب ومسألة التقوى الثانية بقى؟ ها؟
أم قال لك لأنك حين تجعل بينك وبين الله وقايا من صفات الجلال تبقى قربت منه من صفات الجمال، يبقى هتاخد ايه الاثنين. فاذا اشتبه عليه وتقول كيف يقول الله اتقوا الله ويقول اتقوا النار، ام قال لك ما هي النار جندي من جنود غضب الله، النار جندي من جنود غضب الايه، يبقى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد هو زي السهم المسدد الى الرميه، يعني سائم يصيب هدفه، يصيب هدفه. وهدفك ايه؟ ان تنعم بذات الله في الاخره، وان تنفض الاسباب التي في الدنيا، وتعيش بالمسبب وهو الله. انت في الدنيا دلوقتي لما تحب تطبخ، تطبخ انت او تطبخ لك الست او تترقى شويه تجيب لك طباخ مثلا، لكن في الاخره لا هتجيب طباخ ولا هتجيب اي حاجه، الحاجه تخطر ببالك تلاقيها ايه؟ تلاقيها قدامك. يبقى اذا انت تحرص على هذه المعيه ولا ما تحرصش؟ احرصوا على هذه المعيه. وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال لك ايه فوز عظيم؟ طب وفوز بس؟ قال لك الفوز هنا موصوف بانه ايه؟ ليه؟ لانك في الدنيا تأخذ عطاء الله لكن بأسباب الله، ولكن في الآخرة تأخذ عطاء الله من ذات الله. يبقى دي أريح ولا مش أريح؟ يبقى فوز عظيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها خوفا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. العرض معناها إيه؟ إدارة معروض على معروض عليه، هذا العرض. زي ما نشوف العرض العسكري، بنقعد كده الرئيس، الرئيس والوزير بتاع مش عارف مين بتاع والجيش إيه، وذلك يقول لك يستعرض إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، مش قال على سيدنا سليمان كده؟ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الإيه؟ الجياد، فقال إني أحببت حب الخير إيه؟ عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والإيه؟ والأعناق. طيب عاد، يبقى العرض معناها إيه؟ في معروض وفيه معروض عليه. المعروض يمر أمام الإيه؟ المعروض عليه. طيب ساعة تعرض ماذا كان بعد العرض؟ بس عرض كده عشان تشوف جنودك يا الله؟ قال لك لا، أنا شفت خلقي، عرضت على كل خلقي، وخلقي منه جماد في عرفنا، ومنه نبات في عرفنا، ومنه حيوان في عرفنا، ومنه إيه؟ إنسان. فعرض الأمانة على هؤلاء جميعا عشان ايه؟ يشوف مين اللي هيختار الامانه ومين اللي يرفضها، بدليل قوله فابين وحملها الانسان. يبقى ما دام عرض يبقى ناس يقبلوا، ولذلك انت تقول انا والله عرضت عليه امرين يختار اللي هو ايه يرى، يبقى ما الزمتوش بحاجه. ولذلك قلنا زمان لما يقال إن السماء والأرض والجبال والحيوان ومش عارف إيه مقهور يعني مسير، نقول له بس عدل فيها شوية، هو مقهور بناء عن اختياره، لأنه لما قال عرضنا الأمانة على السماوات والأرض قال له لا مش عايزين، مش عايزين الاختيار، عايزين نبقى إيه مقهورين، عايزين نخرج كده من باب الجمال. يبقى اختاروا ولا ما اختاروش؟ بس هم اختاروا، يبقى ما تقولش مقهور، ومقهور باختياره، يبقى كل واحد عرض، ما حدش اتاكد كده اصبع عنه. طيب ما هي الامانه؟ اولا الامانه في اعرافنا بتتجلى في شيء بارز، عندك حاجه نفيسه وتخاف لا تضيع منك، عندك فلوس ومعده لامر من امور حياتك وخايف لا تمد ايدك اليها وتصرف، فياتي الامر اللي هي من عنا له ما يجدهاش، تقوم تجيب واحد
وتستأمنه وتديله الايه؟ الأمانة. لما عوزها اللي هتعرض عليه الأمانة دي ما عندكش لا صك ولا شهود. لو فيه صك وشهود ما تبقاش أمانة. يبقى معنى الأمانة أنك ائتمنته هو عليها، فإن شاء أقر وإن شاء أنكر. يبقى إذن الأمانة معناها إعاد النفس بأن تكون مختارة في الفعل أو غيره. فإن كانت مقهورة بشهادة شهود أو بكمبيالة ما تبقاش أمانة. ولذلك عندنا حتى في القوانين الوضعية تبديد إيه؟ تبديد الإيه؟ الأمانة. ائتمنت على اللي هم بيعملوها إيه دلوقتي؟ اختلاس. الله. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى حينما عرض على خلقه الأمانة يعني أن يكون مختارا في أن يؤمن أو يكفر وأن يطيع أو يعصي. كل ما عدا الإنسان عمل إيه؟ قال لك رفض. ليه؟ قال لك لأنه لم تأخذه الحمية وقت العرض والتحمل مخافة أن يأتي وقت الأداء فلا يجد له ذمة. بنضرب لها مثل عشان يوضح شوية. معك 1000 جنيه فاسترت واحد كده وقلت ايه خد يا شيخ دي أمانة عندك لما عاوزها أخذها. أم قال لك ابعد عني أنا مش شوف غير. أبى أن يحملها. ليه؟ لأنه قدر إنه صحيح وقت أخدها ناوي يديك إنما ما يضمنش ظروفه. ظروفه تغلبه، ذمته تتغير. قال لك وانا هدخل نفسي في متاهة ليه؟ لا يا عم ابعد عني. واحد قال لك لا انا هشيلها لك وصحيح في وقتها كان ناوي يديك انما واحد غلبته ظروفه. يبقى فيه وقت التحمل شيء ووقت اداء الامانة شيء. فاللي يلاحظ وقت الاداء مع وقت التحمل هو اللي يمتنع، واللي يلاحظ وقت التحمل بس هو اللي ايه؟ هو اللي يقبل. كل الاجناس ما عدا الانسان قالوا لا، فابين ان يحملنها وقالوا احنا عايزين نبقى ايه؟ مقهورين ومسيرين فيما تريد انت. وهم العباد الصالحين وصلوا الى منزله العبوديه من الله ازاي؟ قال لك لان هو مختار في ان يؤمن ويكفر، ولكن الله يحب منه ان يؤمن، ومختار ان يطيع او ايه؟ يعصي، ولكن الله يحبه ان ايه؟ فقال له يا رب ما دام انت بتحب دي واديتني الاختيار اني هقبل اللي انت قلته كله. يبقى معناها انني عملت ايه في الاختيار؟ وجهت الاختيار حيث تحب. وما دام وجهت الاختيار حيث تحب يبقى انت بقيت من العباد المقربين لله، فكأنك تنازلت عن اختيار نفسك في حرية الحركة وعملت اللي عملته الايه؟ الجبال، واللي عملته السماء، واللي عملته الايه؟ فكأنك وصلت مع انك مختار الى ان لا تختار الا ما منهجه الله ايه؟ بمنهجه. انا عرضنا الامانة على السماوات. واحد يقول لك كيف الارض؟ السماوات جماد والارض جماد والجبال جمال، وازاي يعرضها وازاي؟ يقول له انت دخلت في متاهه تانية بقى. هو انت اللي عرضت ولا ربها اللي عرض؟ ساعة ترى فعلا وحدثا يحدث منك ويحدث من الله، اياك ان تعزل الفعل او الحدث عن فاعله. مش قال لك احنا إيه محمد عرض؟ لا، انت عرضت. لا، ده مين اللي عرض؟ خالقها. وألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو اللي خطبه، بدليل ان بعض رسله قالوا علمناه منطق الطير. قال اكن الطير لها منطق ولها كلام. ولذلك فتبسم ضاحكا من ايه؟ من قولها. الله. يبقى اذا اللي خلق الخلق اللي هو الله يقدر يخطبه. وقال يا جبال اوبي معه. مع مين؟ مع داود. أوبي يعني رجعي تسبيحي. فكأن الجبال تسبح، ولكن المسألة اللي امتاز بها داود إن تسبيحه يوافق تسبيح الجبال. يبقى إذن الأشياء التي تحيلها بعقلك أن يخاطب الله السماوات والأرض والجبال
انت لازم ما تعجلش. من الذي عرض؟ الله. والله هو الذي يخاطب من خلق ولا يخاطب من خلق؟ ده لو علمنا اننا نخاطب ولا ما نخاطبش؟ ده الهد يتخاطب سليمان يا اخي، الاحط بما لم تحط به يا هدهد. يقول لسيدنا سليمان احط بما لم تحط به. اولا ما يقولش الكلمه دي الا اذا كان فاهم ان سليمان لا تاخذه العزه بالاسم، بل حيصر لما يقول له ويدل على اي حاجه ثانيه. وبعدين قال له انني ايه في لسبأ ايه الله الله الله، ويقول له انهم بيعبدون ايه، يعبدون الشمس من دون، اكن هو عارف الهدهد قضيه التوحيد من الذي يعبد. واللي ضايقه قوي انهم ايه بيعبدوا الشمس. الله، اذا مش المساله مساله انه يتكلم ويفهم عنه، يكلم سليمان فيفهم عنه، وبعدين سليمان يكلمه فيفهم عنه. اذا فكل شيء في ظاهره انك تستبعده بعقلك ما تعملش ذلك بالنسبه لنفسك، ولكن انسب الفعل بالنسبه لمين؟ لفاعله. وحين تنسب كل فعل لفاعله هتريح اعصابك ولك في تصرفات حياتك اسوه. ازاي؟ افرض انك قاعد كده في البيت، وبعدين جه الولد ابنك جلبته مشقوقه ووشه مخربش ونازل منه دم، بالله قبل ما تسال اي سؤال هتقول له ايه؟ مين اللي عمل فيك كده؟ هذا شيء يغضبك مش كده؟ لكن قبل ما تحكم بغضب او رضا قلت ايه؟ مين اللي عمل فيك كده؟ الله، اذا الحكم يتغير باعتبار من فعل هذا. يقول لك والله ده الواد الفلاني قال مهو ابن كلب عدونا وبيغار منك وانت مش عارف ايه وبتاعه، يروح لابوه او طب من قال له والله ده عمي، يقول له انت لازم عملت حاجه تستاهل كذا، فيروح لعمه انت عملت في الواد ليه دي كده؟ يقول له الواد خلى العربيه فايته وعمال يجري كده، فرحت ايه؟ جبده من البتاع هدومه اتقطعت ورحت ضربه قلمين ومش عارف ايه وبتاع. اذا الفعل ما عزلش عن الفاعل، فمره يكون الفعل سيئا ومره يكون الفعل ايه الواحد ايه حسنا. والى لقاء اخر.